دعينا على لعبة لإخواننا المبتورين لمقاطعة من فرج العالم، وجه له رسالة إنه قاطعوا مونديال روسيا، مونديال الإجرام والقتل والإرهاب يلي سبب بالإعاقة لإخواننا المبتورين. الحمد لله عملنا لعبة كرة قدم ضد نادي أمية بمقاطعة كأس العالم عند الروس اللي سببنا بالحالات البتر، والحمد لله رب العالمين نشكر الاتحاد الرياضي الحر ونادي أمية على هذا الشيء وهذا النشاط. علي صوتك خلي الملعب يزلزل النشاط. يهدف لمقاطعة كأس العالم لدى أرض المجرم الروسي اللي سبب ببتر الشباب، ما شاء الله همتهم جدا عالي. أنا حكم في هاي المباراة ومدرب فريق المبتورين. طلعنا من الشوط الأول ربحانين، كان في تعاطف نوعا ما من نادي أمية.